فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: وصلت عرفة عصرا، هل حجي يصح؟ نعم حجك يصح. وكذلك آخر يقول: وصلت عرفة ليلا، يعني ما وصل إلى عرفات إلا بعد غروب الشمس، هل يصح حجه؟ نعم يصح حجه. لحديث عروة بن مدرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فجرا يوم النحر أو ليلة النحر، فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه، وأدركت معكم الصلاة بمزدلفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا الغداة بجمع، يعني من صلى معنا الفجر بمزدلفة، وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات، فقد قضى حجه، قضى تفثه وأتم حجه، وبالله التوفيق. يقول: ما معنى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: أفضل الحج العج والثج، وما صحة هذا الخبر؟ الخبر ضعيف الإسناد، الخبر ضعيف الإسناد. أما عن معنى العج فهو رفع الصوت بالتلبية، أما الثج فكثرة الذبح وإراقة الدماء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت. نعم. صوت غير واضح يا جماعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، الحمل وبعض الأوقات بينزل عليا، وبعض الأوقات بينزل عليا دم. الدم الذي ينزل على المرأة الحامل يوجد الغسل عليا، هو دم حيض، شكله للشكل دم الحيض. أكثر العلماء على أن الحامل لا تحيض، أكثر العلماء على أن الحامل لا تحيض، وأن الدم النازل دم فساد. اغسليه عنك وصلي، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل هناك حديث بيقول أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه؟ لا يصح. أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عايز ادخل في برنامج الفتاوى. اتفضلي يا اختي. خفضي صوت التلفزيون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بنتي عندها 5 سنين. ها. وبعدين بتقول لي يا ماما انا عايزه افهم. طيب لو هخليها تتعلم الصلاة او تتعود على الصلاة، هخليها تبدأ بالتدريج ولا تحافظ على الـ5 صلوات؟ تبدأ بالتدريج. السلام. يسأل عن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ مصطفى، انا ان شاء الله يوم 12 ذو الحجة، هل يجوز ان ارمي بعد شروق الشمس لعذر وهو اللحاق بالطائره؟ لان لو تاخرت بعد الزوال ورميت هيفوتني الطائره. للضروره فقط. ما هو ده الموقف اللي انا فيه، ان في طائره ولو رميت بعد الزوال للضروره فقط، والا السنه والمشروع الانتظار حتى الزوال، زوال الشمس من منتصف السماء، اي بعد 12 ظهرا تقريبا، وفعلك انما يجوز للاضطرار فقط. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ معك يا أختي. طب لو سمحت أنا كنت عايز أسأل في شهور العدة للزوج المتوفي. نعم. لا ينفع يعني أنا كنت في ظروف عندي قاسية يعني أنا ما طلعتش خالص فعلا أهل للعمل بس أنا موظفة وما ينفعش إن أنا أقعد في البيت. فلما حصل ظروف عند بنتي وضعت فاضطريت إن أنا أطلع قبل العدة ما تخلص بأسبوع. فابنا دخل حضانة وكانت زعلانة على ابنة وما ينفعش نفسيتها تعبانة ولازم إن أنا أكون موجودة معاه. هل دلوقتي أنا شلت اسمه ولقى الطالب؟ لا لا لا، السيدة عائشة رضي الله عنها ترى جواز ما صنعتيه، يرى جواز ما صنعتيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم يرون جواز ما صنعتيه وأكثر مما صنعتيه، يرون جواز انتقال المعتدة من بيت الزوجية. والحديث الذي فيه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله منازع فيه والأظهر ضعفه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا شيخ، كيف تعبر الزوجة عن غضبها من الزوج في حدود الشرع؟ كيف تعبر الزوجة عن غضبها؟ كيف كل امرأة لها طريقة في التعبير، في واحدة مبوزة، في واحدة مثلا تكتب له رسالة أنا زعلانة منك من أجل كذا وكذا، في واحدة يعني النساء تختلف. تأكل له الحكمة، نسأل الله يعني أن تأكل الحكمة. يعني كيف أكتب في حدود الشرع؟ يعني كيف أعبر عن غضبي في حدود الشرع؟ سبل كثيرة متعددة. يعني السيدة عائشة مثلا يقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام إني أعرف إذا كنت علي غضبة وإذا كنت عني راضية. قالت كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إن كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم، وإن كنت عني راضية قلت ورب محمد. قالت أجل والله لا أجر إلا اسمك. فالمرأة النساء تختلف في طرائق التعبير. السلام عليكم. الله بركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ علي صيام. ها؟ علي صيام. طيب وبعد؟ الصيام ده بعد ما حط الثلاث سنين ما كنتش بصوم، ما كنتش لا بصلي ولا كنت بصوم. أعوذ بالله. بس بعد. الحمد لله يعني ربنا كرمني وهداني والحمد لله وبقيت بصلي وصوم. بس في ثلاث سنين أنا ما صمتش. عيد الصلاة والصيام، عيد الصلاة والصيام قدر استطاعتك. طب والثلاث سنين اللي هم ثلاث رمضانات تعيديهم؟ قلنا تعيد الصيام وتعيد الصلاة. ما هو أنا بعد ما تزوجت يا شيخ، بعد ما تزوجت اللهم صل على سيدنا محمد، كل سنه كنت سنه حمل وسنه رضاعه، فعليا صيام من يوم. عليك الصيام في ذمتك، اعيديه ولو في فصل الشتاء. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. حضرتك انا عندي ثلاثة اسئله. اتفضل. انا ليا عند حد فلوس قادلها فتره كبيره جدا نصب عليا فيها يعني. فهو نصب على حد تاني في فلوس برضه، فانا شقته في المركز فخدت عليه وصلات امانه اديلها اكتر من سنه ونص، وكل ما اقول له الفلوس بيمطح فيا. فجت ناس تانيه قالوا لي نشتري منك الوصلات دي، نديك حقك ومالكش دعوه انت بينا. لا يجوز بيع الدين. لا يجوز. نعم. هو ركعتين حضرتك، ركعتين قبل الفجر لو الشمس طلعت يبقى بعدين. يعني ايه يعني ركعتين قبل الفجر وبعد الفجر الشمس طلعت يبقى بعديه؟ يعني سؤال غير واضح. سنة الفجر راح الواحد نومه مثلا. سنة الفجر يجوز قضاؤها بعد صلاة الفجر لحديث من نام عن صلاة او نسيها فصلاتها حين يذكرها، ويجوز قضاؤها بعد طلوع الشمس ايضا. ولكل قال فريق من العلماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما قولكم في ان انا عندي نبطشية بالليل، تمام؟ ها. فبنام النهار كله تمام، فبقوم اخر اليوم اصلي الظهر والعصر مع بعض. كل يوم كده تصلي الظهر والعصر بعد فوات وقت الظهر؟
حضرتك انا بطشيه بالليل تمام، شغل كله بالليل، فالنوم بيتقلب عليا اثناء النهار. يعني قدر الاستطاعه لازم تضبط المنبهات، تصحى تصلي الظهر وتنام تاني. تمام يا فضيله الشيخ، معلش يا شيخ ادعي لي بس ان ربنا يرضى. الله يوفقنا واياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ أنا في واحدة قالت قدام واحدة كلمة، فالكلمة دي راحت وصلتها على اللي قالوها بس زودت عليها كلام، فالواحدة دي يعني ففي واحدة كانت مظلومة في النص، يعني هي أنا قالت الكلام زي ما هو بس وقالته، فأنا دلوقتي كانت الأخت دي يعني كانت قايلة نفس الكلام قدامي يعني. فأنا لو أنا شفت شهادة حق يعني قدامهم إن هي الأخت دي برضو قالت نفس الكلام قدامي. أنت دعيتي للشهادة؟ أنت دعيتي للشهادة؟ أنا هي الأخت المظلومة هي اللي دعتني للشهادة، قالت لي أنا هتكلم يعني وأقول اللي أنا قلته يعني بالظبط، وأنت خلاص يعني حاولي تصلحي أحسن ما تحكمي، الصلح خير. طيب الخواطر ولا داعي للتوسعة في الموضوع، أما إذا دعيتي إلى شهادة دعوة جازمة فقول الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا بعد إذن حضرتك، ال ذاهب لأكثر من عالم يعني ولم يرتق، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، يعني ماذا يفعل؟ يعني يفاضل بين العلماء، يجلس لمن يتعلم على يده، يعني ماذا يفعل؟ ما فهمت سؤالك. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، يعني إيه دخلها بمسألتنا الآن؟ إيه السؤال يعني؟ ما السؤال؟ سؤال واحد ذهب لأكثر من عالم ولم يوفق سنين طويلة. طيب يمكن حيلة بينه وبين ذلك لذنوب صدرت منه، يستغفر الله ويسأل الله الهداية. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ، كنت عايز اسال حضرتك يعني هل الزوجه ان هي برضو لما زوجها يكون هيضحي في العيد ان هي تضحي زيه، ان هي ما تقصش من شعرها او من اظافرها او كده؟ لا، الرجل فقط يعني الذي سيضحي فقط. ماشي، انا عندي سؤال تاني. نعم. في التفسير يا شيخ يعني، لان الرسول ضحى عن امته. نعم تفضل. بقول لحضرتك في التفسير، التفاسير ممكن معلمة القرآن بتفسر مثلا القرآن زي مثلا عربا أطرابا، في التفسير ممكن تبقى بشيء ومعلمة القرآن تقولها حاجة ثانية، وفي التفاسير برضو الآيات ممكن تبقى ليها كذا تفسير. يا أختي اسمعي يعني، ركزي في سؤالك. أصحي إزاي؟ يستفتي قلبه ولا يعمل إيه؟ لا 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 لا، تعلمي دينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا والدي متوفى من 6 سنوات وترك لنا ارض يعني، وعندي اخ واخت من غير جواز، فهم بيبيعوا من الارض دي تحج جواز اخوي من غير ما يقولوا لي. لا يجوز. لا يجوز خصم تكاليف الزواج من التركة قبل الميراث، انما تخصم من ميراثها. طب عندما طلبت بحجي امي قطعتني ورفضت تكلمني خالص، وانا بحاول اكلمها. امي غلطانه. طب انا عليا اسم لو قطعتها يا شيخ زي هي؟ انا ليس عليك اسم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عايز اسأل سؤال عن الضحية. انا زوجي متوفي، فاولادي هيدوني فلوس بيساعدوني في الضحية، فانا اضحي، وابني كان بيقول اضحي عن والده الله يرحمه، فطبعا من فلوس الضحية للميت. لا ينفع تضحي عن الميت. اضحي عن الميت ازاي؟ طب يعني انا كلنا هنساهم مع بعض، هو اولاده 3، كل واحد منهم هيدفع جزء من فلوس الضحيه، وانا اساعدهم برضه بنفس قيمه اللي هم يدفعوه. عفوا بس ترياتي شويه. نعم. الان لو عندك ساعه وتريدي ان تضحي عن شخص ميت جاز. ثانيا جاز يعني. ايوه. ثانيا كل بيت عليه أضحية، يستحب أن يضحي بأضحية. أولادك الذين سيساعدونك متزوجون أو غير متزوجين، على كل الأضحية عن الرجل وأهل بيته، ده هذا مستقل. ثانيا يجوز للولد أن يساعد أمه كي تضحي. ثالثا تجوز الأضحية عن الميت. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن اسالك شيخ؟ اتفضل. ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ وما هل قال البخاري بأن الذي يدرك الركوع لا تحسب له ركعة؟ قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام لا تجب عند الجمهور، فهم يرون أن قراءة الإمام لك قراءة. وفي الصلاة الجارية يقول تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما الإمام البخاري رحمه الله فيرى وجوب القراءة للإمام والمأموم على السواء، مستدلا بحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الجمهور وجهوا هذا، حملوه على المنفرد أو على الإمام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال شو مصطفى خاص بالحديث، وهذا الحديث يتضمن 6 أجزاء، فأرجو أن تكتبهم عندك في الورقة. حديث لقد سمعت في إحدى الفيديوهات تقول عن حديث من غسل واغتسل، بخصوص يوم الجمعة. معروف الحديث، ما السؤال؟ الحديث أولا سنده يحسن، لكن بعض العلماء استنكر متنه. وجه الاستنكار لأن الأحاديث الصحاح تفيد أن الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، أما هذا الحديث فيفيد أن بكل خطوة أجر سنة صيام وقيام، فالمتن مستنكر، المتن مستنكر، وإن كان السند يحسن. هذه الجزئية لا أفهمها، هي سند قبل التحسين، إلا أن متنه غريب. أيوة، في أشياء قبل للتحسين سندا، لكن قد يكون الراوي وهم لمخالفته لعمومات أخر، يعني قد يكون الراوي وهم لمخالفاته لعمومات أخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. معك طب واحدة دلوقتي كتبت لابنها 14، يعني كتب لها نصف بدن، نصف بدن الأرض. طب يعني حلال ولا حرام؟ ابنها كتبت لولد دون سائر الأولاد نصف فدان أرض، هذا ظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وذهبت إليه عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير كي تشهد النبي على أنها كتبت للنعمان بن بشير شيئا من مالها، فسألها النبي: ألك أولاد غيره؟ قالت: نعم. قال: جعلت لكل ولد مثل هذا؟ قالت: لا. قال: إني لا أشهد على جور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، الاستحمام يغني عن الوضوء؟ ها؟ هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ إذا نويت بالاستحمام الوضوء أجزأ، قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. مرحبا شيخ. ومرحبا بك وأنا وسهلا. شيخ لو سمحت. تفضل يا أخي بسرعة. ماتت زوجة ابن عمي فتركت البيت بعد وفاته ثاني يوم على طول، هل يجوز لها ان تترك البيت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيرى بعض العلماء ان المتوفى عنها زوجها لها ان تخرج من بيت الزوجية وتعتد في اي مكان شاءت. من هؤلاء عائشة وابن عباس وجابر وعلي، ويقول أتباع ابن عباس: إن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، ولم يقل في بيت الزوجية. بينما ذهب ابن عمر ويروى عن عمر وعن ابن مسعود وعن عثمان أنها تعتد في بيت الزوجية. وفي الباب حديث ضعيف الإسناد
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وأختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت تخرج نسوتها في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات عليهن الضماد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بتصل من شوية عن الأضحية. الأضحية هم أولادي عايزين يتطبقوا على والدهم، فاحنا دلوقتي الأضحية لما احنا نعمل الأضحية دي هم بيساعدوني في الفلوس، قالوا احنا ندي الفلوس دي مساعدة ليكي وانت تضحي. عفوا انت يا اختي اسمعي الكلام، انت تعبتيني في لا بس لو سمحت بيقفل علي الخط قبل ما اكمل السؤال. لا 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 لن اقبل، اسكتي. الان باختصار شديد، المرأة واولادها الذين هم معها في نفس البيت عليهم اضحية. إذا أرادت المرأة أن تضحي عن الميت بأضحية أخرى جاز أن تضحي عنه. إذا أراد الأولاد أن يساعدوا أمهم في الأضحية بثمن جاز لهم، لكن لا تصلح أضحية عن الحي والميت في آن واحد، إنما إن شاء الشخص أن يضحي عن شخص ميت جاز له أن يضحي عن الميت. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. دلوقتي جوزي كان حلف طلاق ابني. ارفعي صوتك لو تفضلتي. زوجي كان حلف طلاق ان ابني ما يشربش سجاير في الشقه. زوجي كان حلف طلاق ان جوز ان ابني ما يشربش سجاير في الشقه. وبعدين ابني ما سمعش الطلاق وكان الباب مقفول وشرب مره واحده، وبعد كده شرب مره واحده. زوجك يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت قناة الندى. ألو. نعم. لو سمحت في أربعة ما يشتركوا في البيت في أساس بيت، فيهم اثنين هيجيبوا من بيت ربوي، ينفع نشاركوا معهم؟ ينفع المشاركة معهم، لكن الإثم عليهما، لكن البعد عن المشاركة مع هؤلاء المرابين أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. انا لسه كنت بكلمك على دلوقتي على الاخت اللي قالت قدام اختي كلمه وكانت مظلومه فيها، بس ممكن تسمعني بعد اذنك لو سمحت؟ ممكن تاخذي رقم الهاتف وتتكلمي بهدوء افضل، سؤالك متداخل بعض الشيء. السلام عليكم. ما ينفعش الناس سؤالك. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز حج الصبيان؟ نعم يجوز حج الصبيان، لكن لا يسقط الفريضة. رفعت امرأة صبيا لها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما حكم الاستعانة بمؤمن الجن في بعض الأمور؟ الاستعانة بالجن لا تجوز، لقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولقول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها. ولأنه لم يرد أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم استعان بجن أبدا عليه الصلاة والسلام. وأمر سليمان خاص بسليمان عليه السلام. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ مصطفى. وإياكم. لو سمحت أنا عايز أعرف السنن اللي أجمعها مع بعضها.
تاني حاجة في كتاب عندنا اللي هو بتاع رسل الأنبياء احنا بنقرأ فيه، كتاب ده الشيخ عبد السلام البدوي، هل ده صحيح ولا لا؟ أما السنن التي يمكن الجمع بينها أن تجمع بين سنة الوضوء وتحية المسجد، أو تصلي سنة الوضوء تتوضئ وتصلي ركعتين السنة القبلية، والباب واسع، لا بد أن نفهم السؤال بدقة. أما الكتاب الذي سألت عنه فلا أعرف عنه شيئا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا مسافر في السعودية ومضطر أن أقعد لمدة سنة. نعم نعم. ألو سلام يا شيخنا. ماذا قلت؟ بقول لحضرتك أنا بسافر السعودية، بشتغل في السعودية إن شاء الله. كل سنة بنزل أجازة شهر. طيب. فالموضوع ده بيبقى عامل مشاكل بيني وبين زوجتي، إن هي عايزاني أنزل وما أرجعش تاني. بس طبعا الظروف أنا ما أقدرش إن أنا أستمر في مصر، لازم أسافر وأرجع. طيب يعني هل أنت الموضوع ده بيخليني إن أنا أعمل حضرتك بعد إذنك تبقى جاوبني بعد ما أقفل عشان أنا مش سامع. فالموضوع ده برضو بيخليني إن أنا أعمل بعض الذنوب هنا غصب عني، عشان أنا بعيد عن الزوجة، فأنا مش عارف أرجع وأشتغل في مصر وخلاص ولا أعمل إيه. إذا كان عندك ما يكفيك فاجلس مع زوجتك، لأن النبي قال إن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك علي، وإن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا. فإهمال الزوجة بهذه الطريقة يعرضها للفساد ويعرضك للفساد أنت كذلك. فإذا وسع الله عليك وأغناك من فضله وعندك ما تقوم به حياتك، ارجع إلى زوجتك، فإنها بهذه الطريقة مشقوق عليها أن يأتيها زوجها شهر في العام ويرجع، وهكذا دواليك، فالأولاد يتلفون والأم تتضرر وأنت نفسك تتضرر. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، احنا انا وزوجي اخذنا قرض من البنك، كنا في احتياج ليه عشان نبني البيت، عشان نعمل سطح للبيت، كان بتنزل علينا مطرة وكانت بتبهدلنا وبتتعبنا، وكان البيت مليان يعني في حشرات وكان تعبان، فوضبنا به البيت. بئس ما صنعتم. نعم بئس ما صنعتم من الاقتراض الربوي. وبعد ذلك احنا دلوقتي ندمانين يا سيدنا الشيخ، وعايزين يعني بنستغفر وربنا يتقبل منينا يا رب. استغفري وعملي عمل صالح، ان الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، ولا تيأسي من رحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك ممكن يقوم الشيخ عشان عايزاك موضوع ضروري. تفضل يا أختي. السلام يسأل عن الصلاة على النبي عند النسيان، هل تشرع الصلاة على النبي عند النسيان؟ لا تشرع الصلاة على النبي عند النسيان، لم يرد بذلك نص. وقد ورد قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال العلماء إذا قلت سأفعل كذا ولم تقل إن شاء الله، قل إن شاء الله في أي وقت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخنا، فاتح محل عطور معايا حضرتك. معك. والعطور دي بركب فيها كحول وحاجات زي كده، فكنت عايز اعرف هل كده في اسم عليا اقفل المحل ولا لا؟ لا نقول اقفل المحل، بس في النهاية اذا اتيتني بعطر كهذا، بعطر كهذا وشربته، هل سأسكر او سأموت سما متسمما؟ هسألك بس سؤال. اذا كنت سأسكر فسيكون خمرا، اذا كان سما فلا بأس به، لكن أخذ القدر الذي لا يضر به والله أعلم. فإذا كنت لا تستطيع أن تحدد فالعمل جائز مع الكراهة والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سؤالا
المرأة الحائض وصلت للميقات، مرأة وصلت للميقات وهي حائض، ماذا تصنع؟ تهل كما يهل سائر الحجيج سواء بسواء، وتمشي مع الحجيج تصنع كل شيء إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت طافت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، السلام عليكم. عليكم السلام. عايز رقم الشيخ في موضوع دولي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. ها؟ نعم. يا شيخ ممكن ينفع الواحد يغير نيته داخل الصلاة؟ يعني أنا شرعت في الصلاة وبعدين يعني مثلا افتكرت إن أنا مثلا ما صليتش الظهر، وأنا أصلا كنت بصلي العصر، فينفع أول ما لما بدأت في الصلاة أغير النية؟ لا لا لا، في الفرائض لا، في الفرائض لا، لا تغيري من العصر إلى الظهر، كملي العصر وبعدين صلي الظهر ما في مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. نعم. نعم الله عنك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم. أنا أحمد محمد المهدي. المهدي. ايوه، قوات مسلحه بالمعاش. اتفضل يا اخ احمد. كنت مسيحي واشهرت اسلامي بالقوات المسلحه. اسال الله ان يتقبلنا واياك مع الصالحين يا رب ومع الشهادين. رحت حجيت ومعايا خمس صبيان وبنت. الله يبارك. عندي ابني عقلي قطع العلاقه بقاله خمس سنين وبيشتمني وبيقل ادبه عليه واشتكاني بالنيابه. كنا ممضين على شيك ب 10,000 جنيه. واحد جنبه محامي راح دفعهم وبعد كده اديتهم للمحامي. فحكم الدين ايه فيه؟ قطع العلاقه باخواته وابوه وامه. اذا كان عاقا فالعقوق من اكبر الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. السلام عليكم. السلام. نعم. وعليكم السلام. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. نعم. يسأل سائل يقول: هل الرمل في الحج، يعني المشي السريع المتتابع في الأشواط، هل تلزم به المرأة أم خاص بالرجال؟ أقول وبالله التوفيق، الرمل خاص بالرجال، وكذلك الشد بين الصفا والمروة بين العلامتين الخضروين خاص بالرجال، ليس على النساء رمل ولا شد بين العلامتين الخضروين في الصفا والمروة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي فضيلة الشيخ، أنا جوزي يعني على علاقة، خلني مع علاقة مع مرات أخوه. عيب عليك أما تفضحي زوجك كده على الفضائية، حرام عليك، اتقي الله. أنت تقذفي الآن زوجك وتقذفي مرات أخيه، يعني يفترض أنك تأتي ببينة أربعة شهود على المحرم أو أنك تجلدي. إذا كنت لك عذر في التعريض فقط، لكن انتبهي لا تفضحي زوجك، اتق الله، حرام عليك. السلام عليك. السلام عليكم يا شيخ. نعم. عندي وسواس في الوضوء يتهيأ إلي بخروج الريح دائما وهذا يؤلمني. لا تلتفت بالتهيؤات، إنما إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا أعد الوضوء وإلا فلا. السلام عليكم. ما حكم الركوع يا شيخ؟ من أدرك الركوع هل تحسب له ركعة؟ تحسب له ركعة عند الجمهور، عند جماهير العلماء، من أدرك الإمام ركعا تحسب له ركعة. وما قول البخاري؟ عندنا
أن أبا بكرة كان يصلي، جاء مسريعا ركع مع النبي عليه الصلاة والسلام خلف الصف، فلما انقضت الصلاة قال له النبي زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة ركعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا عم الشيخ، قول لي حديث في الناس اللي بتاكل حقوق الناس اللي شغاله معاها، بتاكل عرق الناس اللي شغاله معاها. قال الله تعالى في كتابه الكريم، قال الله تعالى في كتابه الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس، يعني المفلس حق الإفلاس، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، أكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفض التلفزيون يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين فقط يا شيخ. اتفضل. السؤال الأول، إن شاء الله عند أول ما بخش الحمام مثلا داخل على نية قضاء الحاجة، فبغير نيتي في الحمام على أساس أتوضى، يعني يجوز إن أنا أغير نيتي في الحمام للوضوء؟ يجوز. غير الوضوء يجوز يا أخي، يجوز. طب بالنسبة للحية إن شاء الله، في ناس غير الحية، يعني في ناس مثلا بتضحى على أساس دي تتوزع لإخواتهم مثلا، ما بيدوش حق الفقير، يعني بيذبح الأضحية على أساس إن هي عادة كل سنة لازم تتذبح ويوزع منها لإخواته. الأضحية تصح لكن أجرهم ناقص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أهو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت علي أيام من رمضان اللي قبل فيك علي أكثر من نصف رمضان بسبب اللي أنا كنت حامل، يعني ما كنتش عندي قدرة للصيام. والسؤال هو أنا برضه هقدر، فأنا كنت لسه ما قدرتش الأيام ديت، يعني اقضيها يعني اقضيها في أي وقت، اقضيها وأطلع عليها فلوس برضه؟ لا لا لا، ما في نص إنك تطلع عليها فلوس. عليك أيام من رمضان السابق أو قبل السابق اقضيها ولا شيء آخر إن شاء الله. السلام عليكم. عبر عن نفسك. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، استأذنك بس لو بعد الصلاة شفت إن الثوب بتاعي عليه فضلات بيور. الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة ما عيدهاش يعني. لا لا. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت حضرتك الشيخ بتعالج بالقرآن؟ نعم. حضرتك بتعالج بالقرآن؟ تقصد رقية النساء يعني كده؟ لا لست متخصصا في هذه المهنة، وأحذر من المعالجين بالقرآن إلا من رحم الله، يتجوزون حدود الله سبحانه وتعالى في التعاملات خاصة مع النساء، فالحذر الحذر من هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله لك وفتح الله عليك يا شيخنا. وعليك ولك بالسامعين بمثل. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. إذا سؤال معلش. تفضل. خفض التلفزيون شوية حتى تسمع ونسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الله يبارك فيك، سؤال معلش. تفضل.
ربنا ربنا يبارك فيك يا شيخنا. وإياكم. الله يكرمك. أنا إذا أدركت الإمام راكعا. ها. تحسب لي ركعة ولا لقاء تحسب لك ركعة، تحسب لك ركعة عند جماهير العلماء. السلام عليكم. مصطفى. نعم. أنا بقول لحضرتك لما أنا بحلم بجوزي إنه بيجيلي في الحلم هو ميت يعني. طب إزاي أعرف إن هو راجع عليا لو ما جاش ليا ولا إيه؟ لا أنت لا تبني على الأحلام، لأنه قد يكون المرء في المنام شيطان تمثل بصورة الزوج. لكن أنت انظري إلى حالك معه في الدنيا، كنت مطيعة له أو كنت عاصية ومتمردة عليه، هذا الذي يبنى عليه. أما أننا ننتظر واحد يقول أنك كنت كويسة مع زوجك أو غير كويسة، لا يصلح هذا الكلام. ابني على سيرتك في حياته، إن كنت محسنة إليه فالحمد لله، إن كنت مسيئة استغفري له واعملي أعمالا صالحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيك سيدنا الشيخ. وفيك بارك الله وسلمك. الله يصلح حالنا وحالك يا رب. زوجي قدامك وما بيصليش يا عم الشيخ، ونفسي تقول له كلمتين، هو بيحبك وبيصف كلامك. ربنا يغفر لنا ولك وله، وأنا أحبه لكن أنا حزين عليه من تركه الصلاة، لأن الله قال فويل للمصلين، فويل للمصلين وهو واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار وهو وعيد بالعذاب. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. والله يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. عياذا بالله من ترك الصلاة. إن الله قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عياذا بالله من الغي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى، ربنا يكرمك يا رب. الحمد لله وإياك، تفضل. معلش والله أنا عندي اختبر الأضحية ضحي السنة دي، بس علي دين، ينفع ولا لا؟ ينفع، تنفع الأضحية وإن كان عليك دين، لكن سداد الدين أولى، لأنك إذا لم تضحي لست بملوم عند الله سبحانه. أما إذا مت وعليك دين فالنبي قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت شو مصطفى؟ نعم تفضل. بقول حضرتك يا شيخنا، بالنسبة لحضرتك يا شيخنا، لبعض الدعاء ما بتحدثوش دلوقتي عن الفتن اللي سايره بين المسلمين والقتل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت عايز اسال الشيخ مصطفى سؤال. اتفضلي يا اختي. طيب ماشي اسال. الشيخ مصطفى لو سمحت، في زوج رمى يمين الطلاق على زوجته طلاق صريح، وتاني مره قال لها لو خرجت من البيت هتكون طالق، وثالث مرة قال لها لو عملت جمعية بعد الشهر مثلا 7 هتكون طالق. هي راحت سألت في المدرسة قالوا لها ان الجمعية لسه مستمرة بشهر 11، فوصلت الجمعية بناء على بس يعني هو حلف على شهر 7 وهي وصلت الجمعية. فا ايه رأيك حضرتك؟ يكفر كفارتين يمين وعليه تطليق الأولى الصريحة. سلام عليه تطليق الأولى الصريحة، أنت طالق والمعلق يكفر عن كل واحدة كفارة يمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إيه لو سمحت يا والدي، أنا خطيبي بيتصل على تليفون أبي كل أسبوع مثلا أو نعم نعم عذرا خطيبي أنا مخطوبة. خطيبك نعم. بيتصل بأبي كل أسبوع أو على موبايل أمي، وبيكلمهم وبيكلمني يسلم عليا يعني واخبارك ايه وكده كده. انا عليا اسم يعني وما ينفعش كلام؟ باحترام وادب امام الوالدين ولا تسترسلي. ايوه والله يغفر، انت امراه اجنبيه ما زلتي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة عم بكري. نعم. دلوقتي فيها يعني أهلي وكده هوت مش عارفة يعني بيستقبلهم حاجات سحر على عتبة كده ومش عارفين أنا. لا تلتفتي لهذا الماء المصبوب وعوذي نفسك بالمعوذات. ادفلي في يديك واقرأي قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك ولا تلتفتي إلى شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟ الحمد لله. أستاذنا في سؤال ممكن تفضل شخصي. اتفضل. انا عندي بنتي داخله اولى اعدادي مدارس حكومه عام. طيب. فانا دلوقتي اصلا عايز اقعدها من التعليم، مش مقتنع بالتعليم خالص. طيب. بعدين؟ ما السؤال؟ انا عايز اقعدها من التعليم خالص، يعني افرغها للتعليم الشرعي، حفظ القران والتعليم الشرعي. ما راي حضرتك في ذلك؟ لن يتسنى لك ذلك بسهولة. إذا وجدت مكانا يعلمها التعليم الشرعي، كتاب الله وسنة رسول الله، وشيء من أمور الدنيا التي تنفعها في الدنيا بعد عن الاختلاط فلا بأس. إذا لم يوجد وجدت مدرسة طيبة محترمة إلى حد ما، علم ابنتك ما ينفعها في دينها ودنياها. أما إذا وجدت مكانا للتعليم الشرعي، مكان منضبط يعلم قال الله قال رسول الله، يعلم شيئا من الثقافة التي تستفيد بها البنت في دنياها وتتعامل بها مع الناس، فلا بأس، يكون أفضل إذا كان بعيد عن الاختلاط. لكن أنا لك هذا الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى معي؟ نعم. لو سمحت يا شيخنا. نعم. وأنا الوقتي لو حد لي عندي مبلغ وأنا مش عارفة أوصل له، فينفع احط المبلغ ده في الجامع؟ يعني معروف لديك لكن صعبت الوسيله او تايه عنه، ما انت يعني كانت انا اشتريت من واحده حاجه، هو مبلغ قليل، فانا اشتريت منها حاجه وجيت ارجع لها المبلغ، هي كانت شغاله في المكتبه دي والمكتبه مش بتاعتها، فجيت ارجع لها المبلغ كانت هي اتجوزت وانا مش عارفه اوصل لها. طيب تعرف المكتبه؟ هي المكتبه دلوقتي قفلت. يعني إن عجزت عن الوصول تماما ومر على ذلك سنوات تصدقي بالمبلغ عنها، وإلا يعني إن استطعت أن تصل إليها حاولي الوصول إليها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا بعد صلاة العشاء نزلت لي نقطتين من القدرة، نقط بني، فاعتقدت إن الدورة تنزل بعدها، فما نزلتش، فنمت وبعدين صحيت عشان أصلي الفجر ما لقيتش اي حاجه غير هي النقط البني اللي هي كانت بعد صلاه العشاء، فصليت الفجر، وبعد صلاه الفجر بساعه نزلت ليها الدوره، فما حكم صلاه الفجر؟ لا، صلاه الفجر صحيحه. الارهاصات التي تكون قبل الحيض، الاشياء الطفيفه التي تكون قبل الحيض لا اعتبار لها، لان بدايه الحيض دفعه الدم ذو اللون المائل الى السواد الخاثر كريه الرائحه. فالإرهاصات الخفيفة التي قبله لا تعد حيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا الشيخ مصطفى العدوي. اتفضل. أيوة. مرحبا بك، اتفضل. أنا أحمد محمد المهدي، كلمت حضرتك. أجبتك يا أحمد بن محمد المهدي متقاعد من القوات المسلحة، وقلت لك إن عقوق الوالدين الذي يمارسه من سألت عنه ابنك كبيرة من الكبائر، نسأل الله أن يهديه وأن يهدينا ويهديك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليك غض البصر. نعم، تسقيط البط. غض البصر. ها؟ عليك غض البصر. علاج غض البصر الزواج، إن لم تستطع الزواج صم، تزوج وإلا صم، ودع الله سبحانه أن يرزقك العفاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله في عمرك يا سيدنا وجزاك الله عنا كل خير. وإياك والمسلمين والمسلمات. اللهم آمين. كنت عايز أسأل حضرتك، هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم
بيع الزروع قبل نضجها في صورة ما؟ لا، النبي عصمنا عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لكن بدو الصلاح يعلمه أهل الاختصاص. فمثلا الموز، إذا بيع الموز وهو مستوي سيخرب في الأسواق، ولكن يأخذونه أخضر لا يصلح للأكل عند أخذه، لكنه صلح عند التجار أنهم سيضعونه في أماكن يستوي فيها. فنهى النبي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، بدو الصلاح يعرفه أهل المهنة. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها، وفقهم الله لكل خير. هذا أذكر الجميع بأن الله عز وجل إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وأنه سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر لا يكشفه أحد سواه. وأذكر أن الله عز وجل أنزل على رسوله كتابا منيرا وهو القرآن الكريم، أنزله ليعمل به، ومن اتبعه لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. فمن ثم أذكر إخواني في تونس الذين يقدمون إرهاصات لاعتماد قانون بتسوية الذكر بالأنثى في الميراث، أذكرهم بأن هذا حيود عن شرع الله وحيود عن كتاب الله. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك كما لا يخفى عليكم فإنهم ينوون على ما يظهر من مقولات بعضهم أن يبيحوا للمرأة المسلمة أن تتزوج بكافر، وهذه مصادمات ومخالفات صريحة لكتاب الله، إذ الله قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فأذكر إخواني في تونس وأهل العلم في تونس أن يرفضوا أي شيء يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعلوا فغضب الله يحل بمن خالف شرعا، والبلاء ينزل على البلاد التي تخالف شريعة رب العالمين، شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وأذكر المسؤولين هنالك أيضا بأنهم لا يتحملون غضب الله، وليسوا هم بخير من داود عليه السلام، إذ الله قال له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالله الله في بلادكم، والله الله في أنفسكم وفي شعوبكم، والزموا جميعا ولنلزم جميعا شرع الله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما فاسألوا